احمد عبد القادر كمان اسمه تردد في وناصر ظل ماهر، كمان، في وسمعت ظل ناصر كمان ماهر. انه اداره النادي الاهلي يعني يعني كولر مش عايزه. احمد لعيب كويس وعنده فروق فرديه يفيد وفرق الزمالك يا جدا كابتن؟ بشكل كبير، بشكل كبير. احمد حمدي اللي هو محترف بره اللي كان بيلعب في النادي الاهلي من اللعيبه كويسه ان الزمالك اتكلم عليهم. بصي اي لعيب عنده فروق فرديه لاي مدرب شاطر هيفرق معاه جدا في الملعب. احمد عبد القادر يقدر يصنع فارق في احيانا، مش حاجه اسمها دون مثلا لعيب يعمل مدرب، احيانا المدرب اللي بيعمل لعيب بطريقه اللعب والحته النفسيه اللي بيشتغل عليها معتمد دلوقتي على فكره. اي مدرب شاطر لو انت نفسي كويس مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده، لا هتدي اللي انت عايزه اللعيبه تديك، بالذات في الدوري المصري او اللعيبه المصريه تحديدا. اصل اللي بيزعل اللعيب ايه النهارده؟ لعب وعدم لعب، انت بتلعبني وما بتلعبنيش. فالنهارده ما يكون في مدرب يعني مثلا كابتن حسن شحاته في ال3 سنين بتوعنا طبعا اللي خدنا امم فيهم افريقيا البطوله، طبعا كان اكتر حاجه كابتن حسن بيشتغل عليها الناس اللي ما بتلعبش. اسالي اي حد كده كان موجود مع كابتن حسن، انا كنت موجود معاه في سنه 2006، اسالي كده هيقول لك لا كابتن حسن من المدربين الشطار ما كانش بيلعب، هو دايما بيدوس على الحته النفسيه وبتفرق جدا مع اللعيب المصري. كابتن معتمد عاملها بشكل كويس جدا دلوقتي مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده، صح. عشان كده الناس بتطالب ان معتمد بيدورها يكون موجود بيعمل مع الناس الموضوع اللي موجوده، التدريب. عشان لو حصل اي دروب كابتن معتمد يشيل. انا كنا بنقول لو ما فيش مدرب اجنبي لا بياخد فرصته ويشتغل، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان هو بدا بيعرف الفرقه؟ احنا ايه مشكلتنا في نادي الزمالك في الفترات الطويله اللي فاتت؟ ان اي مدرب بيعرف الفريق ويعرف شكل الفريق ويقعد شويه يحصل دروب شويه الجمهور ما بيستحملش يمشي. انت فاهم ده؟ هو ده اللي بيحصل. انا دلوقتي معتمد عارف الفرقه، عشان كده بنطالب انه يكون موجود عشان يقدر يساعد الراجل اللي كان موجود. صح؟ بس دايما دايما الاختيار عندي الاولاني ان انا جبت مدرب اجنبي، لازم ما توقفش. انا عايز اجيب ست، نجيب الست، ايه المشكله؟ ودول اللي هيساعدوه ما هي دي وحاسبه في الاخر، وحاسبه في اخر المده. بس دي بقى يعني يعني بتعمل ازمات ماليه كبيره برضه، ما هي دي صح؟ مشكله، هي مشكله، هي بتزود النفقات، ما بتزود هي دي المشكله طبعا في نادي الزمالك. لو في سيوله ماليه في نادي الزمالك اقدر اجيب اللي عايزه. وانا كنت بتكلم في النقطه دي تحديدا، ان اي مدرب شاطر، اي مدرب شاطر بمبلغ كبير جدا النهارده، اقل حد 100,000 دولار في الشهر. شوف بقى المساعدين كمان غير هياخدوا كام؟ المساعدين 100,000 دولار في الشهر، دول مبلغ بالنسبه لك كمصري دلوقتي. يعني النهارده عشان اقدر اوفر الدولار واعمل عمله صعبه دلوقتي، فالموضوع صعب جدا. بس انديه الاهلي والزمالك تحديدا مع المدربين الاجانب ناجحين جدا. اي مدرب مصري بيتظلم معاهم، ما بيقدرش يستحمل ضغوط الاعلام، ما بيقدرش يستحمل ضغوط الجماهير اللي موجوده بره. دايما الناس دي عايزه بطولات، الزمالك واهلي ناديين كبار في مصر محتاجين بطولات طول الوقت. احنا نادي الزمالك النهارده لا المركز الدولي لا يليق بتاريخ نادي الزمالك. النهارده مركز ال11 ولا ال12 في الدوري، انا عارف ان هو مركز وهمي، في 3 بونت ممكن يطلعوا لسه في ينزلوا ماتشات في ولسه في ماتشات. ما هو جولات ده اللي لسه. بنتكلم عليه بقى. لسه. احنا الفتره اللي فاتت كان في فتره مشاكل انتخابات، مجلس اداره قديم، مجلس اداره منتخب، بقى في دلوقتي حاجات في ملفات بتتقفل. فاتمنى ان شاء الله فتره التوقف دي تفرق مع نادي الزمالك في رجوعه لافريقيا اولا، وتاني حاجه طبعا للنادي الزمالك.